هي مباراه صعبه جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. نتمنى طبعا الفوز هنا من قناه النادي الاهلي، نتمنى الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه، ونتمنى انا شخصيا الحقيقه اتمنى ان مارتن لاسارتي يستطيع ان يختار التشكيل المناسب لهذه المباراه. التشكيل المناسب هو بيبقى فيه في دماغه حاجات تانية كتيره جدا جدا غير ان احنا عايزين نشوف ال11 اللي بيلعبوا، لكن هو بيفكر في المباراه اللي جايه وبيفكر في المباراه اللي فاتت اللي هو لما اتغلب الماتش اللي فات مين اللي بيؤثر عليه من الناحيه المعنويه الهزيمه دي، مين اللي عنده شخصيه اللاعب ان هو يلعب المباراه ما عندوش اي مشكله، مين اللي تعبان، مين اللي مجهد، مين اللي لعب الفتره الاخيره. هو دايما المدير الفني بيبقى له تفكير اخر لانه بيبقى كل اللعيبه هو شايفها قدامه، كل اللعيبه بيبقى شايفها وكل اللعيبه دايما بيبقوا قدام عينيه، فعشان كده لما بيجي يختار دايما يعني انا مثلا متخيل ان هو جيرالدو لازم يبقى موجود في هذه المباراه لانه الوحيد اللي ما سافرش وتعبان مش تعبان وفي نفس الوقت جيرالدو من اللعيبه الكويسه جدا اللي ماشي بشكل جيد في الشكل في البطوله المحليه، فممكن نلاقي جيرالدو موجود. هل هيلعب بقى رمضان صبحي؟ هل هيلعب حسين الشحات؟ هل هيلعب ناصر ماهر؟ ولا هيبقى حسين ورمضان صبحي ومن امامهم اجايه ولا صلاح محسن؟ لان اجايه كان واضح عليه التعب في المباراه الاخيره، رمضان صبحي كان واضح عليه التعب في المباراه الاخيره، ايضا علي معلول كان واضح عليه التعب في المباراه الاخيره، لان اللعيبه دي بقى لها اربع خمس مباريات بتلعب بشكل مستمر وتقريبا 90 دقيقه خلال الفتره اللي فاتت. كيف سيفكر مارتن لاسارتي في هذه المباراه؟ ده اللي هنشوفه بعد قليل ان شاء الله. اول ما هيجي لنا تشكيل المباراه هنقوله لحضراتكم مباشره. طيب خلينا نروح نشوف في جرافيك المباراه النهارده. عندنا مباراه هامه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الانتاج الحربي يوم النهارده طبعا 16 فبراير 2019 في الاسبوع ال 22 من الدوري العام المصري. النادي الاهلي سيلاقي الانتاج الحربي. نتائج مباريات الاسبوع ال 22 حتى الان يوم الاحد كانت مباراه وادي دجله والاتحاد السكندري، وفوز الاتحاد السكندري على وادي دجله ويقترب وادي دجله من الهبوط الى لسه بدري طبعا، ولكن هو دلوقتي في المركز قبل الاخير 3-1 وهزيمه لوادي دجله. اما يوم الخميس 14 فبراير كانت الداخليه والجونة وتعادل إيجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق، والمصري البورسعيدي بيعود على الطريق الصحيح مع كابتن إيهاب جلال ويفوز على مصر المقصة اللي بقاله 3-4 مباريات خارج الخدمة تماما بهدفين مقابل لا شيء. أما بيراميدز فريق رائع الحقيقة، قدم مباراة رائعة أمام فريق سموحة وانتهت هذه المباراة بفوز بيراميدز 4-0. عبد الله السعيد جاب جون جميل جدا 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 في هذه المباراة الجون الرابع. أما أمس الجمعة كانت 15 فبراير وحرس الحدود بيتعادل مع بتروجيت بهدفين لكل فريق، وكانت مباراة جميلة جدا برضو اللي قاعد اتفرج على هذه المباراة. أيضا المقاولون العرب بيعود للطريق الصحيح من خلال طلائع الجيش وبعد فوزه يعني على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء. أما مباريات اليوم فزي ما قلت لحضراتكم النادي الإسماعيلي بيلاقي الآن بدأ الشوط الثاني منذ قليل في الأسبوع الـ 22 النادي الإسماعيلي بيلاقي النجوم وكان متقدم عليه 1-0. لو النتيجة اتغيرت يا جماعة قولوا لي. ده النهاردة أيضا الإنتاج الحربي سيلاقي النادي الأهلي في الأسبوع الـ 22 في تمام الساعة 7. غدا إن شاء الله 17 فبراير نهاية مباريات الأسبوع الـ 22 الزمالك المتصدر سيلاقي إمبي مع علي ماهر، ومشاكل نادي الزمالك وكلام أن كريستيان جروس هيمشي من نادي الزمالك، ولكن طلع المسؤولين في نادي الزمالك وقالوا أنه هو سيكمل مشواره، وده اللي هنشوفه بقى بعد مباراة غدا إن شاء الله ونهاية الأسبوع الـ 22. قائمة النادي الأهلي في حرس المرمى شريف إكرامي والشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، محمود وحيد، سعد سمير، علي معلول. أما خط الوسط هشام محمد، عمرو السولية، كريم ندفد، ناصر ماهر، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو. أما خط الهجوم جونيور، أجايي، وصلاح محسن، والمدير الفني مارتن لاسارتي. الإسماعيلي كسبان 2-1، كسبان 2-1 ولا كسبان 2-1؟ الإسماعيلي حتى الآن كسبان أو فائز على نادي النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد. أما قائمة الإنتاج الحربي في حراسة المرمى عامر عامر، واحد من أفضل حراس المرمى المتواجدين في الدوري العام المصري هذا
الموسم، واحمد يحيى وخط الدفاع البدري محمود البدري وهاب انان واحمد شديد اناوي ومحمود حماده ومحمد حسين عضل. اما خط الوسط احمد مجدي وكابونجا وموسى ديوارا ومحمد مسعد وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامه ومحمد عادل ومصطفى الجمل وحماد ناصر. اما خط الهجوم احمد رؤوف و غنام محمد وجيمس تيدي الذي بيظهر دائما بشكل مختلف مع كابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي. اما حكام مباريات او مباراه اليوم، كابتن محمد الحنفي حكما للساحه، والكابتن يوسف البساطي والكابتن سامي هلهل اثنين حكام مساعدين، اما الحكم الرابع كابتن محمد عماره واثنين حكام خامس طارق سامي واسامه اسماعيل. موقف النادي الاهلي والانتاج الحربي في بطوله الدوري العام المصري، النادي الاهلي في المركز الثالث لعب 18 مباراه فاز في 12 تعادل في 3 هزم في 3 مباريات، له 28 نقطه عليه 13 له من النقاط 39 نقطه. اما الانتاج الحربي في المركز الخامس من 21 مباراه فاز في 7 تعادل في 10 هزم في 4 مباريات، له 25 هدف عليه 23 هدف له من النقاط 31 هدف. هداف النادي الاهلي مروان محسن 4 اهداف، الغائب بسبب الاصابه لفترات طويله ربنا يرجعه بالسلامه. هداف الانتاج الحربي محمد رجب ايضا 6 اهداف، ولكن ايضا الغائب لفترات طويله مع الانتاج الحربي ربنا يرجعه بالسلامه. تاريخ مباريات الاهلي والانتاج في بطوله الدوري، لعبوا 14 مباراه، النادي الاهلي فاز في 10 مباريات، تعادلوا في 4 مباريات، النادي الاهلي لم يهزم في ولا مباراه وله من الأهداف 22 هدف عليه 8 أهداف. أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 20 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر مباراة بين الفريقين كانت يوم 2 سبتمبر 2018 وانتهت بالتعادل السلبي في مباراة ضربة الجزاء الشهيرة أو السومو اللي خد اللعيب ووقع بيه على الأرض ولم يحتسب ضربة جزاء. أول أهداف النادي الأهلي أحرزهم عماد متعب، وآخر أهداف النادي الأهلي أحرزهم جونيور أجاي. أول هدف أحرزه للإنتاج الحربي محمود عبد ربه، وآخر هدف خالد قمر قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري. أكبر فوز للنادي الأهلي على الإنتاج الحربي في بطولة الدوري كان 3-1 مرة وحيدة، هدافه الأهلي في الإنتاج الحربي جونيور أجاي وعبد الله السعيد 3 أهداف ووليد أزارو وعمر جمال وعماد متعب، أما هدافه الإنتاج الحربي في الأهلي محمود عبد ربه. كيف سجل النادي الأهلي 28 هدف في الدوري حتى الآن؟ يعني بنقول لحضراتكم متى سجل النادي الأهلي أهدافه ال 28 في الدوري المصري حتى الآن. زمن التسجيل من الدقيقة 1 للدقيقة 15 النادي الأهلي أحرز 3 أهداف، أما من الدقيقة 16 للدقيقة 30 النادي الأهلي أحرز 5 أهداف، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 4 أهداف للنادي الأهلي، ومن الدقيقة 46 للدقيقة 60 4 أهداف أيضا للنادي الأهلي، من الدقيقة 61 للدقيقة 75 النادي الأهلي بيحرز 6 أهداف، في الدقائق الأخيرة من الدقيقة 76 للدقيقة 90 أو ما بعدها النادي الأهلي أيضا بيحرز 6 أهداف. إذا الدقائق الأخيرة من الدقيقة 61 وحتى نهاية المباراة هي أفضل أوقات النادي الأهلي اللي بيحرز فيها أهداف. كيف استقبل النادي الأهلي أهدافه ومتى استقبل النادي الأهلي أهدافه؟ 13 هدف في الدوري حتى الآن استقبلهم النادي الأهلي، عدد زي ما حضراتكم شايفين من الدقيقة الأولى لربع ساعة، في الربع ساعة الأولى هدف وحيد، في الربع ساعة الثانية من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدف وحيد أيضا، من الدقيقة 31 للدقيقة 45 هدف وحيد، ومن الدقيقة 40 للدقيقة 60 5 أهداف، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 ولا هدف، وفي الدقائق الأخيرة أيضا من الدقيقة 76 للدقيقة 90 5 أهداف. كيفية أو متى أحرز النادي الأهلي أهداف أثناء الشوطين أثناء 90 دقيقة، وكيف استقبل أو متى استقبل النادي الأهلي أهداف في 90 دقيقة؟ العكس بقى، متى أحرز الإنتاج الحربي طوال ال 90 دقيقة من 1 ل 15 أو من دقيقة 1 لدقيقة 15 4 أهداف،
ثلاث اهداف من الدقيقه 16 للدقيقه 30، 31 ل 45 في نهايه الشوط الاول، سبع اهداف من الدقيقه 31 حتى الدقيقه 45، من الدقيقه 46 للدقيقه 60 ولا هدف، من الدقيقه 61 للدقيقه 75 ثلاث اهداف، ثم الدقائق الاخيره من الدقيقه 76 للدقيقه 90 بيحرز الانتاج الحربي دائما اكبر عدد من الاهداف في العشر او ربع ساعه الاخيره من عمر الشوط او من عمر المباراه. متى بقى بيستقبل الاهداف؟ في الدقيقه من الدقيقه 1 للدقيقه 15 هدف وحيد، ومن الدقيقه 16 للدقيقه 30 هدفين، من الدقيقه 31 للدقيقه 45 سته اهداف، ثم الربع ساعه الاولى في الشوط الثاني من الدقيقه 46 للدقيقه 70 اكبر عدد بيستقبل فيها الانتاج الحربي او اكبر واكثر وقت بيستقبل فيه الانتاج الحربي عدد من الاهداف، سبع اهداف، ثم من الدقيقه 61 للدقيقه 75 اربع اهداف، ومن الدقيقه 76 للدقيقه 90 ثلاث اهداف فقط. اما جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي وقبل مباريات اليوم، لسه يعني ما عرفناش الاسماعيلي عمل ايه قبل مباريات اليوم. الزمالك في المركز الاول ب 48 نقطه من 19 مباراه، اما بيراميدز في المركز الثاني من 22 مباراه عنده 45 نقطه. اما النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا وقلنا لحضراتكم، المقاولون العرب في المركز الرابع من 22 مباراه وله 31 نقطه، الانتاج الحربي في المركز الخامس من 21 مباراه وله 30 نقطه 31 نقطه، اما مصر المقصه في المركز السادس من 22 مباراه وله 31 نقطة، أيضا المصري البورسعيدي من 21 مباراة وله 29 نقطة، هناك صراع كبير من أول المركز الرابع الخامس السادس السابع، الأربع فرق دول الحقيقة هناك صراع شديد جدا، من سيكون في المربع الذهبي بجانب الأندية الزمالك بيراميدز والنادي الأهلي. طلائع الجيش في المركز الثامن من 22 مباراة عنده 25 نقطة، حرس الحدود من تسع في المركز التاسع من 22 مباراة وعنده 25 نقطة، سموحة في المركز العاشر من 22 مباراة وعنده 25 نقطة، الإسماعيلي في المركز ال 11 قبل مباراة اليوم، قبل مباراة اليوم، الإسماعيلي لو كسب النهاردة هو عنده 24 هيبقى عنده 27 نقطة، يبقى إذن من الممكن جدا إن الإسماعيلي يصل للمركز الثامن ويتخطى فريق طلائع الجيش في حالة فوزه على النجوم النهاردة، لسه المباراة لم تنتهي. أما الاتحاد السكندري في المركز 17 22 مباراة ب 24 نقطة، أما الجونة في المركز 13 من 21 مباراة ولها 23 نقطة، الداخلية في المركز 14 22 مباراة ولها 22 نقطة، إمبي في المركز 15 وله 21 مباراة من 21 نقطة، أنا آسف، من 21 مباراة، أما النجوم اللي حاليا بيلعب مع النادي الإسماعيلي ومغلوب بهدفين مقابل هدف وحيد ولسه المباراة لم تنتهي، من في المركز 16 وعنده 21 نقطة من 21 مباراة، أما وادي دجلة في المركز قبل الأخير في المركز 17 من 22 مباراة عنده 20 نقطة، وبتروجيت بعد تعادله أمس مع حرس الحدود بيصل للنقطة 19 من 22 مباراة في المركز الأخير. أما قائمة هدافين الدوري العام المصري، محمود علاء ودايما هقول عليه المدافع الهداف، 12 هدف، ممكن يكونوا مثلا خمس أو ست ضربات جزاء، ولكن من المدافعين المبشرين بالخير الحقيقة في نادي الزمالك ولمنتخبنا الوطني، نتمنى يعني نحن نشوفه في منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية. حسام باولو أيضا من الهدافين الكبار وفي الداخلية، ولكن لا ينطبق عليه بقى موضوع محمود علاء، محمود علاء أصغر سنا بكتير من حسام باولو، وبالتالي المنتخب الوطني او الجهاز الفني للمنتخب الوطني لما بيجي بيقول لك انا عايز اخد لعيبه صغيرين في السن، وبالتالي محمود علاء ينطبق عليه ان هو صغير في السن، مدافع كويس بيجيب اجوان، وبالتالي يعني ممكن يروح منتخبنا الوطني. اما في المركز الثالث احمد علي كامل المقاولون العرب اللي كان موجود امبارح في مباراه المقاولون العرب، في مباراته امس كان موجود خافير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني عشان يشاهد احمد علي لاعب نادي المقاولون العرب واحرز 10 اهداف. في المركز الرابع كهربا الذي يمر بحاله من سوء المستوى وانخفاض المستوى له 9 اهداف، شميل سبيكلي برضه لاعب نادي مصر المقصه له 9 اهداف، جون انتوي لاعب نادي مصر المقصه وله 7 اهداف، أوباما الزمالك له 7 أهداف، إبراهيم نضاي في المركز الثامن وله 7 أهداف، صلاح أمين وكينو واحد من أفضل وأهم اللاعبين
المحترفين في مصر خلال هذه الفترة مع صلاح أمين، كل منهم له 7 أهداف.